باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. أحبائي، معنا ابن البيت. المرة الماضية بدأنا نسلط الضوء على التأمل في تعاليم معلمنا بولس الرسول من خلال أفسس 5 عن طبيعة العلاقة بين الزوجين، واتكلمنا على مدى لقائين. اللقاء الأول مفهوم عبارة الرجل رأس المرأة، وفي اللقاء الثاني اتكلمنا عن مفهوم رئاسة الرجل للمرأة. فإذا هنا واضح أن في مفهوم سامي جدا للعبارات اللي بتتقال، انما قد يخطئ البعض فهمه ويسيء استخدامه. اعتقد احنا وضحنا الامور المرتين اللي فاتوا. هنا ننتقل الى نقطة اخرى. الموضوع مش رئاسة ورأس بس، لا، ده التعليم الكتاب المقدس بصفة عامة، العهد الجديد بصفة خاصة، رسائل معلمنا بولس بصفة خاصة، بتركز كمان على نقطة مهمة جدا في علاقة الزوج بزوجته، وهي محبة الزوج الممتلئة حنوا لزوجته، الحنان. شوف، أنا عايز قبل ما أدخل في جوهر الموضوع ده الحقيقة عايز أقولك حاجة، ما تقلقش، أنا بكلم الراجل دلوقتي على مدى كذا حلبة، ما تقلقش، الدور جاي على المرأة في الحلقات اللي جاية، يعني ما تخافش. إنما نقطة تانية مهمة أن أنا عايز أقولها، كتير بتقابل مع الأسرة سواء في مشاكل الأسرة على مدى 30 سنة أو في الخدمة في الإبرشية أو في المناطق اللي بخدم فيها المتعددة. وكان في حلقات يمكن تبعتونا لسنوات على قناة سي تي في، في بيت على الصخر، في مرحلة من المراحل برنامج بيت على الصخر كنا بنجيب بعض الأسر الناجحة، وأنا أصريت على النقطة دي الحقيقة، بيبقاش كله كلام في المشاكل، فكنا بنجيب أسر ناجحة نسمع منها عن سر النجاح. الحقيقة كان في سؤال ليا بيتكرر للزوجة، ايه اهم مميزات الزوج؟ ايه سر سعادتك؟ الكلام ده سواء في البرامج او خارج البرامج بنسأله للزوجة السعيدة في زواجها. لن ابالغ اذا قلت ان 90% من اجابات المرأة عن سر سعادتها الزوجية ان تقول اصل حنين، الزوج حنين. اذا حنو الزوج على زوجته بيجي على السطح فوق خالص. عايز تعيش سعيد وتعيش معاك سعيدة، خليك حنين. تاني، عايز تعيش سعيد وهي معاك سعيدة، خليك حنين. والموضوع حنين ده موضوع على فكرة كبير مش صغير. تعال نشوف القصة. اثناء طقس الاكليل في الوصية الخاصة بالزوج بنقولها له واضحة، تكون حنونا عليها من بعد والديها، أنت الرأس، أنت كل شيء بالنسبة لها. البنوتة دي كانت متعلقة أو بابوها الحنين عليها، اللي بتترم في حضنه باستمرار، واللي نفسها تشوف جوزها زي أبوها، وده اللي بيخلي أحيانا بعض البنات بتدور واحد شكل بابا حتى
في الملامح، بتدور على طباع باباها في الخطيب، بتدور احيانا واحد كبير في السن عشان يبقى زوج واب، تقول لك ده حنين. عشان كده بقول لك حبيبي كن حنونا عليه. كل انسان محتاج للحنان، انما الحقيقة احتياج الزوجة للحنان اكثر بما لا يقص من احتياج الرجل للحنان، رغم ان كلنا محتاجين الحنان. طب ليه؟ في عدة عوامل تؤكد حتمية الحنو على المرأة. اول حاجة طبيعتها، ربنا اوجد المرأة كتلة متحركة من العاطفة لمسؤولياتها تجاه اطفالها، تجاه ربنا مديها عاطفة اكتر بكتير من الراجل. بس اللي بتدي حب وعاطفة دي، اللي عمالة تحنو على الكل، اللي ما بتنامش عشان الطفل، اللي سهرانة على راحة الكل، اللي بتحنو على كل واحد في البيت، لازم تاخد، لازم تشحن البطارية بتاعتها، لازم تاخد حنان يوازن ويعادل الحنان اللي بتديه للغير. عشان كده بطبيعتها هي اكثر احتياجا للحنو. مش كده وبس، طبيعة مسؤوليات المرأة في البيت. الحقيقة مسؤوليات المرأة في البيت اصعب بكثير من مسؤوليات الراجل بره البيت وجوه البيت، حتى لو بيشيل زلط وطوب. ليه؟ المرأة بتكوينها الجسماني اضعف. لما تبص على مسؤولياتها، موضوع الحمل وما يتبعه من متاعب كثيرة جدا، نتيجة لخبطة الهرمونات، نتيجة الوزن الزايد، نتيجة الشكل والتأثير النفسي السلبي، موضوع رضاعة الطفل، بتاكل عشان تأكل، تخيل المنظر يعني، تنشئة الأطفال ومسؤولياتهم، موضوع صعب جدا. أم عندها 3 أطفال بتربيهم متفاوت الأعمار، اوعى تتخيل الموضوع ببساطة. اللي عنده شهور ما بتنامش طول الليل عشان تصحى له، اللي عنده 2 سنين كثير الحركة ويلعب في الكهرباء ويلعب في النار، عايز رقيب 24 ساعة. البنت اللي دخلت المدرسة اللي عايزة ماما تصحى بالصبح بقى بالليل تحميها، والصبح تعمل لها شعرها وتلبسها وتفطرها وتجهز علبة الأكل اللي تاخدها معاها المدرسة. طب لو كان ولد وبنت بيروح المدرسة، موضوع صعب جدا ما يقدرش يقوم بيه ولا 10 رجالة، فما بالك بقى عندها طبخ وعندها تنظيف وعندها حجم العمل والجهد المبذول محتاج يتوازن بغذاء للنفس، بعواطف، بمشاعر، بحنو، بتقدير. عشان كده محتاجة حنو المرأة. مش كده وبس، طبيعة أشغالها كلها جوه البيت هي أشغال الأقل كرامة. سوري يعني، ما تزعلش مني وهكون واضح. أشغال اللي بتقوم بها الشغالة، مش كده؟ المسح البلاط والتنظيف والغسيل، المقتدر شوية هجيب شغالة يعني تقوم بده، فما بالك هي بقى بتقوم بدور الزوجة والأم والشغالة. البعد النفسي إن أنا تحت الرجلين بنظف، دي مش محتاجة إنك تعمل لها توازن بمشاعر، بحب، بحنو، بطبطبة، بحضن، بكلمات كل 10 دقايق تغذي نفسيتها وتعبر عن مشاعر حب. عشان كده هي أكثر احتياجا. اسمح لي أقول لك أيها الأخ العزيز، عايزك تتعود تقول كلام حلو، تشجيع، تكريم، مديح. تعال معي، تعال نتعلم من السيد المسيح نفسه. السيد المسيح يعرف طبيعة المرأة كويس قوي، والسيد المسيح تعامل مع المرأة وفقا لطبيعتها. مش هقولك المرأة الطبيعية أو الروحية زي مرثا ومريم، لا، مع كل مرأة حتى المرأة الخاطئة راعى مشاعر. يعني حضرتك مثلا، نبص على سبيل المثال، المرأة الممسكة في ذات الفعل، الناموس يقول ترجم، وهو قاعد كده جابوا له الست الممسكة في ذات الفعل،
تخيل منظرها ست جايبينها ناس وهي كانت في الخطية وبيتكلموا عن خطيتها علنا جهرا لقدام اللي قاعدين. ماذا عن السيد المسيح؟ رغم مشاعرها جدا حتى وهي خاطئة، ازاي دافع عنها من غير ما يكسر الناموس ومن غير ما يقول لا ما ترجمش؟ من منكم بالخطية فليرماء ولا بحجر. طب مشوا، طب بقت في المواجهة معاه، أما دانك أحد ولا أنا أيضا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. حنور حنور حتى مع المخطئة وقت الخطأ. قال لها ده المرأة اللي في بيت الفريسي، الفريسي بيقول عليها إيه لأنه بص على الماضي وهو يقول له لا المقارنة مش في صالحك، أنا مش دخلت بيتك. طب عملت لي إيه؟ النظام بيتبع إيه؟ يغسلوا رجلين الضيف، يغسلوا ايدين الضيف. طب انت ما عملتش واجبات الضيافة، انما هي غسلت بضمحها رجلي وبدأ يعمل مقارنة لصالح المرأة الخاطئة. مشاعر، عارف ان الناس دي بصرها بصة وحشة، يوم يوازنها بالكلام الايجابي اللي يرفعها. ياه المرأة السامرية وفي تعامله معاها بالرقة ما قالتش حاجة. قال لها ازاي بيقول لزوجك عشان تقول له انا ماليش وانا غلطانه وانا عايشه في خطيه وما قالتش؟ حسنا قلت، هذا قلت بالصدق وكمل لها اللي ما قالتهوش. ايه الحنو ده؟ منتهى الحنو. عشان كده حبيبي نتعامل بحنو مع المراه، لان دي طبيعه المراه واحتياجات المراه وفقا لطبيعتها. يضاف الى ذلك، هقول لك قصه لطيفه قوي. فاكر رب المجد يسوع لما لقى أرملة ماشية وشايلين ابنها، هي أرملة وده ابنها وحدها وفي سن الشباب ميت. طب الست دي في ظروفها دي محتاجة حنو. تعال بقى يعني ايه حنو؟ ايه مظاهر الحنو؟ اول مظاهر الحنو المشاعر الداخلية، إنها مشاعرك تتحرك تجاه اللي قدامك اللي تعبان ده. فكان أول مظهر هي المشاعر، يقول الكتاب عن مشاعره فلما رآها تحنن عليها حنين. طب دي المشاعر، بس المشاعر دي لابد أن يعبر عنها. فكان التعبير بالكلام والتعبير بالأعمال حتى الوصول للهدف. تعال نشوف تعبير بالكلام. الحنو في كلام قال لها ايه؟ لا تبكي، حنين. وبعدين يعني كلامه يعني كفاية؟ لا مش كفاية، بس المقدمة الكلام اللي تعبر عن مشاعري، اعبر عن حناني بكلام حلو. وبعد الكلام يأتي دور الأعمال. فلقينا السيد المسيح بعدها يقول ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم. وبعدين لما يقوم يورينا الهدف، كان حنو على المرأة. يقول الكتاب فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. يا دفعه لأمه، يا حطها دي في ذهنك شوية. طيب يبقى أنت حبيبي محتاج تبقى حنين على زوجتك. طيب إيه مظاهر الحنو؟ متهيألي نتقابل المرة الجاية مع مظاهر الحنو، حنو الزوج على زوجته بما يتوافق مع طبيعتها. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبديا أمين.